باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع تاني في الخفاء بعنوان طوبى للحزانة. الآن أنا بدور على التطويبات اللي مرتبطة بالخفاء بالقلب، فاحنا خدنا المسكنة بالروح ودي حاجة داخلية. ممكن يبقى واحد ماشي عادي وبيتكلم ونشيط لكن جواه مسكين بالروح، واحد تاني يبقى جواه حزن. ليه ربنا بيمدح الحزن؟ ليه بيطوب الحزن؟ مع انه اله الفرح، مع ان ثمر الروح فرح، مع ان الابدية كلها فرح، لكنه بيطوب الحزن. ولما ربنا يطوب الحزن مش اي حزن، لا، في انواع من الاحزان تعجب ربنا وفي احزان تانية ما تعجبش ربنا. في حزن اسمه حزن التجارب، وفي حزن تاني اسمه حزن التوبة لسه هنتكلم عنه، وفي حزن تالت اسمه حزن الخدمة. يعني حزن الخدمة الواحد يخدم يحزن؟ لا، يعني لما قلب كاهن فينا يوجعه على واحد من عياله ده حزن مقدس عند ربنا غالي. لما تكون انت كخادم او خادمة حزين لأن في مشكلة معطلة الخدمة، الحزن ده مقدس يعجب ربنا. وفي حاجة اسمها حزن الأشواق، أنت حزين لأنك مش طايل التواضع، مش طايل الحكمة، مش طايل الوداعة، مش طايل تبقى شبه المسيح، الحزن ده مقدس. إذا في أحزان تعجب ربنا أوي وفي أحزان وحشة بعيد عنكم، دي هنتكلم فيها بعدين. الحزن اللي ده حسب الدنيا اللي يقول حزن الموت، يعني الواحد يحزن عشان خسر فلوس، لا ده مش حاجة كويسة دي. يحزن عشان عاوز ينتقم من واحد ومش عارف، ده حزن رديء طبعا. ففي أحزان مش بتاعتنا. تعالوا نتكلم عن نوع من أنواع الحزن، نشوف إزاي الحزن ده مطوب وإزاي يتحول إلى فرح. لأنه فاكرين المزمور اللي بيقول سيرا كانوا يسيرون وهم باكون ها حاملين بزارة ويعودون بالفرح حاملين حصادهم. يعني اللي أولها حزن آخرها فرح. إذا كان حزن مطوب لازم طوبى للحزانة الآن، لأنهم إيه يتعزون، لازم يتعزون في الآخر. لو ابتدينا بحزن مقدس على الأرض لازم نفرح في السماء للأبد. ولو كنت حزين على نفسك في الصلاة قبل ما تطلع من الصلاة هتكون فرحت. ولو انت حزين على حد في خدمتك حزن مقدس ربنا يعزيك ويرجعه. اذا يتعزون يعني لازم ربنا يرد على هذا الحزن بمكافأة، والمكافأة من نفس النوع انك تفرح. لما ربنا يسوع شاف تلاميذه ليلة صليبه حزانة قال لهم انتم الان تحزنون وايه والعالم بره يفرح، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. يبقى حزنكم يتحول إلى فرح، دي قاعدة، بس لو حزن مقدس. حزن توبة يجيب فرح، حزن التجارب يجيب فرح، حزن الخدمة لو مقدس يجيب فرح، أحزان الفضائل دي الاشتياقات دي تجيب فرح. تعالوا ناخد نوع من الحزن ده. في الأمثال الحكيم قال كلمة جميلة قوي، قال القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. يعني ايه؟ يعني محدش يقدر يجيب اخر مرارة المجرب. عارفين لما واحد يكون فقد حد من عياله ولا اتذل واتظلم ظلم صعب يقول لك اصلك انت مش حاسس بيا؟ غالبا مع حق، لانه ايه؟ لا يشاركه غريب. لما يكون الحزن صعب قوي او المرارة شديدة قوي محدش يقدر قوي يشارك. احنا نشارك بالكلام ونطبطب وبتاع، بس مش مين اللي يشارك؟ المجرب. عشان كده ربنا يسوع جيت جرب عشان يبقى مشارك، قال فيما هو قد تألم مجربا ايه يقدر ان يعين المجربين. عشان كده دايما هنقولها في الاخر عزاء المجربين صليب المسيح، دي قاعدة مهمة قوي. عزاء المجربين صليب ربنا يسوع. شطارتك كخادم بتعزي حد او بتسند حد
حط الصليب قصاد عينه وامشي بعد كده مش مهم. لو رسمت الصليب بتعبير بولس الرسول يقول رسم المسيح أمامكم مصلوبا، لو عرفت تقسمه كده في آلامه في حزنه في الظلم اللي وقع عليه في الوجع اللي شافه، هتعزي المظلوم والمجروح والمهان تعالوا نشوف واحدة كانت حزينة جدا مرت النفس واتقلب حزنها فرح. كان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها أن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة مش واخد أصله على إيه الحرارة دي. فقال لها عالي حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك بنت بليعال لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت. يبقى شوفوا حتى أبونا العجوز عالي الكاهن ما فهمهاش، ما قدرش يعرف أن الست دي متقطعة من جواها، لكن ربنا كان سامح. وعلى طول كلكم فاكرين أول ما عالي سمع الكلمتين دول زي اللي تأثر وحس أنه إيه يعني حقك علي، فقام قال لها لازم ربنا يسمع لك، السنة الجاية يكون معاك عيل. وربنا أداها صمويل وقالت صمويل يعني ربنا سمعني، وعاش صمويل بقى نبي عظيم جدا، وحنا جابت عيل تاني بعد كده. أنا بس قصدت بالنص أوريكم أنه واحدة زي حنة المرارة اللي فيها لا جوزها كان طايلها ولا حد حاسس بيها، طبعا جوزها كان كويس ومتعاطف بس في اللحظة دي ما كانش حد حاسس بالمرارة قدها. لا يشاركه غريب، الحزن الشديد قوي والفرح الشديد بتاع الشخص حاجة خاصة جدا فيش غير ربنا يسوع اللي يدخل فيه. ربنا يسوع له المجد شرب من الكاس ده، كاس الحزن ده شرب منه حتى الثمالة، يعني ما حدش حزن قد المسيح، لأنه لما قال نفسي حزينة قال جدا جدا دي صعبة، ده انت ربنا ده احنا عمرنا ما شفناك حزين كده يا رب، يعني يا ما تهنت من اليهود ويا ما عشت فقير ويا ما تكرمتش، إنما الليلة دي كان يقول في معلمنا مرقس ابتدى يدهش ويكتئب. تصاروا كلمة يكتئب جت على المسيح، ويدهش دي معناها يبكي بانفعال ومش قادر يمسك نفسه، يدهش دي يعني واحد مش عارف يسكت روحه من كتر التعب، وعشان كده خد جنب لأنه من كتر حبه في الناس مرضاش يوجع قلب حد معاه، بس قال لهم اسهروا معاه. يبقى ربنا يسوع داء الحزن، ودي أول رسالة معزية. إذا كان جوه الواحد فينا أحيانا حزن دفين، حزن عميق، ساعات يبقى جرح قديم مش راضي يروح، وجع قلب، كسرة نفس صعبة، وتفضل إيه متخدرة لكن ما راحتش سنين، تأكد إن اللي داس المعصرة واللي داء الحزن الصعب ده حاسس بيك قوي بقى، لأن حط في المسيح في الليلة دي كل أنواع الأحزان. لو قلت حزن الخيانة بعينه، الظلم مفيش أكتر من كده، عدم المحبة حبهم وكرهوه، الوحدة هم تلاميذه ناموا وسابوه، الإهانة مفيش أكتر منها بعد ساعات، وجع الجسد مرار الصليب بكل أشكاله، إذا كل أنواع الحزن في الليلة دي كانت موجودة جوه ربنا يسوع. عشان كده تعبير النبوة كان دقيق قوي، قال أحزاننا فاكرنا حملها وأوجاعنا تحملها. أحزاننا حملها يعني إيه يا جماعة؟ ما حدش فينا يبقى عنده حزن ويدور على علاج إلا أنه يحمله على المسيح، هو ده الحل. يحملوا عليه يعني ايه؟ ما فيش غير الصلاة. شوفوا الست الواعية حنة قبل المسيح بألف ومئة سنة، ما حدش علمها بس هي فاهمة، حزينة قوي يبقى الهيكل والدموع
ونطلع الكلمتين ونفضل نهاتي لغاية ما نتعس. هي رفعت عينيها، فاكرين النص في صمويل واحد يقول ايه؟ لم يعد وجهها مغيرا. يعني ايه؟ طلعت كله في الصلاة وراقت. ده اللي حصل مع المسيح له كل المجد، كمثل أعلى للبشرية هو طبعا مش محتاج، إنما ربنا يسوع عشان يفهمنا إن الخفي ده، أنا ما زلت تحت شعار في الخفاء، الحزن الخفي المكتوم صعب صحيح، إنما ملوش علاج غير الصلاة، ملوش حل غير كده. ما تهربش من الصلاة، لأنه أدخل وما تطلعش، ما تطلعش غير وإيه؟ وشك منور، وشك رايق. فضل المسيح يدخل ويطلع على الصلاة من كتر وجع القلب. وده اللي بيحصل معانا ساعات، حد فيكم يكون حزين مش عارف يصلي من كتر الحزن، مش قادر يمسك أجبية، مش قادر يفتح إنجيل، مش قادر يسمع وعظة من كتر الكآبة، وبعدين يقول كلمة ومش قادر يعدها. ربنا يسوع ده الجو ده، فكان يقوم ويبص على التلاميذ وبعدين يرجع يكمل صلاة، لأن ملهاش حل غير كده. وأخيرا قال خلاص ناموا الآن واستريح. ناموا الآن يعني عارفين معناه إيه؟ عند بعض الآباء مش محتاجكوا، خلاص مش محتاجكوا، الصلاة عملت اللازم. فكأنه كان بيعلمنا لما بتبقى حزين مستني الناس تطبطب، محدش هيطبطب، ولو طبطبوا مرة هينسوك، مش هتلاقيهم، هيناموا منك. إنما الحل الجذري هو الصلاة. الطريق الكرب، ربنا يسوع علمنا مبدأ ان هذا الحزن اللي بنسميه حزن التجارب، اللي بيقول طوبى للحزان، ده طريق السماء. فانت زعلان ليه؟ تصوروا ان انا مثلا يعني مجازا كده اقول لكم ايه، بوصف لواحد الدير، فبقول له اخر حتة وانت داخل على الدير شوية الطريق ايه، في حفر مثلا، لما يوصل للحفر العربية بتتخبط، مش حاجة حلو، بس هو عنده شعور بإيه؟ إن أنا ماشي صح، لأن الوصفة بتقول كده، آخر حتة في حفر مثلا. ربنا يسوع قال طريق السماء تعرفه من حفره، من تتخبط فيه كتير، بدل ما تخبط كتير يبقى أنت ماشي صح. لو واحد بقى جاي الدير ولقى طريق سريع واسع جدا، يبقى أكيد رايح حتة تاني. لو هو على التليفون على الموبايل بيقول انا لغايه دلوقتي في الطريق السريع، اقول له تهت، لانه سكه الدير اخرها حته كده. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ فلما واحد يقول كل حاجه سهله، كل حاجه جميله، يا سلام، لا يبقى انت مش في السكه صح، شكلك مش رايح السماء اساسا، رايح على حته تاني، انت تهت. انما لما تقول لي انا اطلع من نقره ادخل في ضحضيره، اقول لك هو ده كده صح، يبقى انت مشيت صح، لان الطريق كر. فربنا يسوع ما غشناش، قال ايه؟ ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه، وقليلون هم الذين يجدونه. كانوا زمان يحكوا لنا عن جحا، فاكرين جحا؟ يقول لك ضيع مش عارف قرش، فكان الشارع ضلمه، قام راح دور عليه ايه؟ في شارع منور. او نفس الفكره، احنا ساعات نعمل زي جحا، يقولوا لنا سكة السماء ضيقة، نقول طب ندور عليها في سكة واسعة. يا عم انت ما بتفهمش، بنقول لك سكة السماء ضيقة، تمشي في طريق واسع وتقول هروح السماء، تبقى بالظبط عامل زي جحا اللي بيقول ساب حاجة في حتة تاني. القديس بولس الرسول بعد ما ترجم لأول مرة، ما نعرفش ترجم كذا مرة ولا هي مرة، ترجم في أعمال 14، ترجم، الرجم ده مرعب، هو حضر رجم استفانوس وشافه بيموت قصاده، الرجم صعب جدا، اترجم. اول وعظة قالها بعد الرجم بثلاث ايات، نعرفش بثلاث ساعات ولا ثلاث ايات بس، قال بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. مش تقول لولادك حاجة تعزيهم، قال لهم انا هضحك عليهم، طبعا شايفين وشه مشلفط وتلاقي حالته حال بقى، ما نعرفش بعد الرجم طالع منه ايه. والبعض المفسرين قالوا مات وقام، والبعض بيقول لا دخل في غيبوبة وانقذوه. بغض النظر، الراجل ده
قال وعظ على طول بعدها بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يعني قال هو كده صح، احنا كده ماشيين صح، دي السك. بركات حزن التجارب، أنا ما زلت بتكلم عن في الخفاء، لأنه عجبني تعبير سليمان لا يشاركه غريب، يعني مش ممكن اللي جواك قوي ده حد يقدر يدركه ولا يحسه زيك، بالذات اللي تعصروا في تجارب قاسية فعلا، لا الفرح الشديد ولا الحزن الشديد يعرف حد يطوله غيرك. إنما في الخفاء كما أن الحزن صعب له بركات كمان في الخفاء كبيرة. أول بركة من بركات حزن التجارب التحرر من الخطية. تعبير القديس بطرس يقول إيه؟ من تألم كف أو كف عن الخطية، عن من تألم في الجسد كف عن الشر. تصور معايا واحد عمال يقول آي 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 طول الوقت، ده هيفكر ياكل إيه بمزاج؟ يا عم أكل إيه دلوقتي؟ هيفكر يعمل فلوس ويضحك على حد؟ يضحك على إيه؟ وعمال يصرخ ويقول آي. فمع الوجع الشديد أنت بتخلص من خطايا غصبا عنك، مش فاضلها، مش فايق لها. فإذا أول بركة تلقائية من بركات الحزن والوجع أنه ما عادش الدنيا لها طعم. أنا منساش رايح أعزي واحد في ابنه كان يعني مشغول بالدنيا زيادة، وكان يعني في نفس اليوم ولا تاني يوم يعني قال لي عارف الإحساس اللي عندي، الدنيا كانت قد كده وفجأة بقت كده. منساش التعبير ده، قال لي الدنيا كانت قصاد عيني قد كده فجأة بقت كده. طب دي كام وعظة تعمل الحتة دي؟ ده لو قعدنا نوعظه ألف وعظة ولا تعملش حاجة. إنما لما جت التجربة كرهته في الدنيا، صغرت الدنيا في وشه، رخصت الدنيا بكل اللي فيها، خلاص تفرقش مع حاجة. إنما نقعد نقول له بقى الأصل اللبس والعربيات والفلوس والكرامة والكلام، لكن التجربة عملت اللازم. بركة تانية من بركات حزن التجربة الاشتياق للأبدية. لما الواحد بيتعصر جامد غصب عنه بيرفع عينيه للسماء، غصب عنه بيقول أمشي بقى يا رب، الحزن ده نفسي أو جسدي أيا كان نوع الحزن الشديد، لو ما كانش تربى جواه شوق السماء اللي المفروض يبتدي مع المعمودية هيتولد جواه شوق السماء مع التجربة. فاللي ما عرفتش تعمله المعمودية واللي ما عرفتش تعمله التوبة هتعمله التجربة. التوبة المفروض تولد فينا شوق السماء، لو التوبة مش كاملة يفضل الواحد عينيه في الدنيا وماسك فيها وعاوز يقعد له يومين تاني. ربنا مش عاوز كده، عمال يقول لنا السماء 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 واحنا نقول له الدنيا الدنيا الدنيا، يقول ما بدهاش، فتيجي الشكشكة بقى فيلاقوا خلاص اروح السماء. يبقى تاني بركة غالية قوي لأحزان التجارب اللي بتبقى جوه القلب، انها بتولد في قلبك في الخفاء حاجة غالية جدا اسمها شوق الأبدي، فتبقى كده زي القديسين لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح. طب ده انت يعني كنت ماسك في الدنيا زيادة، خلاص. بركة اخرى لحزن التجارب مدرسة الصلاة. شوفوا كل صلواتنا كوم وقت التجارب نوع تاني خالص، كوم تاني خالص، واظن كلنا جربنا ده، يمكن كلنا بدون استثناء مع اختلاف نوع التجربة ودرجتها جربنا ان في الايام الصعبة اللي بتوجع جامد بنصلي كما لم نصلي من قبل. يعني كأنه ايه، اتعلمت الصلاة، تصلي بانسحاق يجي الانسحاق، تصلي بدموع تيجي الدموع، تصلي بمطنيات تيجي المطنيات، تصلي بتركيز يجي التركيز لوحده، تصلي مزامير، كان فين ده كله؟ ما انت بقالك سنين عمالين نقول لك صلي بتركيز وصلي بانسحاق، تجربة تجيب الماء. بركة أخرى استماع صوت الله.
التجربة زي ما تدخلك مدرسة الصلاة تعلمك استماع صوت الله. جوه التجربة وانت متمرر قوي الصوت يبقى واضح قوي، بره التجربة الصوت مش واضح، انما جوه التجربة الصوت الفوليوم يعلى. في واحد كان ملحد وبقى مسيحي كتب كتاب، راجل اجنبي يعني، قال ربنا غلب مع البشر، بيحكي خبرته كان ملحد وبقى مسيحي، قال ربنا بيقعد بأدبه يوشوش الناس في ودانهم من خلال الجمال اللي هو عامله والضمير اللي هو خلقه ولا حد سائل فيه، يقوم يعلي صوته شوية بالوعظ والوصية والأنبياء والرسل ولا حد سائل فيه، يضطر يجيب ميكروفون يوجع ودانهم عشان يسمعوا بإيه بقى؟ بالتجارب. فهمتوا قالها ازاي؟ قال صوت ربنا شغال من زمان بس واطي عشان هو متواضع بطبعه، عمال يورينا الدنيا الجميلة وضمير بيقول حاجة واحنا ولا سائلين لا في ضمير ولا في دنيا، وبعدين يجي كلام مباشر وصايا ربنا وتعاليم ربنا وبرضو احنا مشغولين بالدنيا، يقوم ربنا عشان يسمعنا صوته لازم يعلي. فلما يعلي صوته يعني ايه؟ يعني ينشف علينا شوية عشان نسمع، ده من رحمته، لانه لو ما سمعناش هنهلك. بركة اخرى من بركات حزن التجارب اقتناء الصبر. الصبر يقتنى بالتجربة والنفس تقتنى بالصبر. يعني ايه؟ فاكرين الآية بتاعت ربنا يسوع بصبركم تقتنون انفسكم؟ عاوز تدخل السماء، عاوز تشتري نفسك، لازم من الصبر. هو في صبر من غير ايام صعبة؟ هو في حاجة اسمها صبر من غير تجارب ولا ألم ولا وجع؟ معنته ايه؟ مفيش اي معنى للصبر والحياة سهلة. إذا كان الصبر ضروري لاقتناء النفس يبقى التجربة ضرورية لاقتناء الصبر. فواحد بطبعه حياته سهلة ده كده مش رايح السماء، لكن لما بيصبر بيدخل. بركة أخرى رؤية المسيح. أنا بقول الكلام ده نعزي بيه نفسنا يا جماعة ونعزي بيه كخدام المجربين. يعني إيه؟ يعني اوعى تروح للمجرب تقول كلنا لها، مش دي لغتنا. صحيح كلنا لها معنى مش غلط، بس في معاني أعمق. خد معنى من دول وقول له مثلا ما تيجي نتعلم الصلاة، مش شايف ان الأيام دي ساعدتك تخلص من خطايا صعبة؟ مش شايف ان احنا تعلمنا الصبر وبالصبر ندخل السماء؟ مش شايف ان التجربة عملت فينا حاجة حلوة خلتنا نبص لفوق؟ يبقى انت بتقولها لنفسك وتقولها للمجرب. بركة اخرى رؤية المسيح. ربنا يسوع يفضل مش واضح، زي ما كناش سامعينه من غير تجربة ما كناش شايفينه من غير تجربة، في التجربة يتجلى المسيح. في التجربة يتجلى المسيح. اذكر قصة حصلت معايا، مش معايا يعني، ربنا بعتها لي عشان اتعلم منها وكتبناها في كتاب. كان عندي واحدة بتعترف، كانت خادمة يعني نقية وإنسانة رائعة وراحت السماء يعني، كان عندها كانسر في الرئة، وعلى آخر أيامها ما كانش بتعرف تاخد نفسها، كانت ست طيبة قوي. وبعدين ما كانش عندها أولاد، ففي ليلة أنا قابلتها بعد الليلة دي بكم يوم يعني قبل ما تروح السماء بأسبوعين ثلاثة، فهي اللي حكت لي في ليلة مش قادرة تاخد نفس ومش عاوزة تصحي جوزها، فطلعت البلكونة بقى عاوزة هوا من كتر ما صدرها مقفول، وعمالة هي غاوية صلاة يسوع كانت، يا رب يسوع ارحمني. هي عمالة تقول يا رب يسوع، والسماء اتفتحت قصادها وشافت المسيح على العرش والعذراء والملائكة وربوات من الملائكة، وفضلت كده وهي مش دريانة ساعتين. قالت بصيت في الساعة لقيتها 4 الصبح وانا شايفة المنبه كان 2 وما دريتش، وقال بصيت لقيت نفسي مرتاح ودخلت نمت وصحيت وانا مبسوطة. انما في اللحظة اللي مش لاقية النفس كانت شافت المسيح.
فاهمين المعنى؟ إذا مع شدة التجارب الرؤية بتبقى أوضح. استفانوس وهو بيترجم، فاكرين؟ قال أنا شفته سيف المسيح عن يمين المجد، وحتى الصورة الأيقونة القبطية جميلة، الأيقونة القبطية المسيح مدلدل إيديه كده واستفانوس عامل إيديه كده عشان إيه يتقابله في السك، يعني ربنا يسوع في السماء يقول له يلا يا حبيبي تعال، عشان كده قال له في يديك استودع روح. إذا نحن إذا كنا عاوزين نشوف المسيح ما نخافش من التجارب وما نزعلش، لأنه لو جت أيام صعبة لازم في كمان تعزيات كبيرة. بركات حزن التجارب بتدينا أربع فضائل ضرورية للسام، بدونها ما حدش هيدخل السام. أربع كلمات من غيرها ما فيش سامة، ما فيش. أول كلمة كلمة الحب، لو ما عرفتش تحب الناس ما فيش سامة، ولو ما عرفتش تحب الناس بالذوق لما تتجرب هتحب الناس. ليه؟ هتشوف بقى يعني ايه الناس متعبانة، قلبك هيوسع لانك هتراعي الناس بقى، ما انت خلاص اتمررت انت كمان، فغالبا التجربة بتفتح القلب على الناس. الانسان المرفه اناني بطبعه، الانسان اللي حياته سهلة بيفكر في نفسه، لكن الانسان المتألم سهل يفكر في غيره لانه جرب. يتولد مع التجربة كمان التوبة اللي قلناها بقى، خلاص غصب عنك ما بتبطلش تقول ارحمني يا رب ارحمني يا رب. رحت مرة أزور واحد برضو كان عنده كانسر وبيتألم، وأنا عارف إنه مش متدين، فأنا بحب أعلمهم صلاة يسوع دي، أقول معهم هنقعد بقى ما فيش وقت يتعلموا صلوات طويلة، فبقول له يعني لما الوجع يشد عليك قول له يا رب ارحمني، قال لي هو أنا بقول غيرها؟ فأنا لقيته هو مش متدين، بس من وجعه هو اتعلم الدرس لوحده، قال لي أنا ما بقولش غيرها يا رب ارحمني طول الوقت. الدرس الثالث الحكمة، أو الفضيلة الثالثة اللي تتولد مع الأحزان التجارب، الحكمة. لأن الشخص المتألم جدا تلاقوا الحكم كلها دخلت قلبه، عارف حكمة باطل الأباطيل عرفها لوحده، وعرف حكمة أن لكل شيء تحت السماء وقت، وعرف حكمة التواضع، وعرف حكمة كل حاجة تلاقيه فهمها لوحده من غير ما يقرأ كده. إيه ده؟ ده التجربة تعبيه حكمة كده. كمان التجارب تحط التواضع، لأن التواضع الإنسان بيتكسر بالتجربة. خير لي أنك أذللتني، لما بيتزال بيتضع. في جولتين في التجارب عاوزين نفهمهم، في جولة أولى وجولة تانية عشان برضو نفهم الحتة دي. الجولة الأولى يعني إيه؟ يعني رد الفعل الأول للتجارب، وده مفيد لنا كناس بنخدم ناس مجربة أو حين نقع نحن في تجارب. عارفين اللي بيلعب ماتش وياخد له كده بنية في الأول ويقع، ما حصلش حاجة، احنا لسه في الماتش، المهم الضربة القاضية، المهم في آخر الماتش تطلع كسبان. مش بعيد في أول التجربة تخسر كم مرة، يعني إيه تقع، يعني ما تنجحش في الأول، وربنا بيبقى عامل حسابه لدي، لأن مش شطارة تكسب من أول جولة، الشطارة تكسب في الآخر. وده بيزعجنا لما بنلاقي واحد اتجرب تلاقيه رافض التجربة، فإحنا ساعات نقول له عيب حرام، لا اوعى تقول كده، قول أشكرك يا رب، مش هقول، من غيظه بقى، ما هو تعبان، فتلاقيه رد عليك لا مش هقول، بالراحة عليه، ربنا عارف ان دي الجولة الاولى. الجولة الاولى تبدأ بالاعتراض، طبيعي شخص معترض، انا مش ليه يحصل كده، طب ماله، طولوا بالكوا على الناس، وربنا مطول باله علينا، حتى لو في لحظة الوجع اعترضت معلش ربنا مسامحك. ده ممكن يعلى الاعتراض ويوصل لخصام، في ناس يصعب عليها من ربنا شوية، يصعب عليها تقول له مش هكلمك، وبعد شوية ايه تقول له طب اكلم مين يعني، ما انا مفيش غيرك برضو،
وربنا بيبقى عارف كل الجولة دي، فمطول باله، ربنا مكبر دماغ، ربنا باله طويل. لما تقروا سفر أيوب تفهموا بقى ربنا. أيوب 30 إصحاح ربنا ساكت ومستني لما يعدي الجولة الأولى، قاعد يخبط ويرزع ويغلط ويتذمر. ربنا يقول للملائكة معلش سيبوه 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 لما يهدى بس، غصب عنه معلش، تجربة جديدة يا رب، ده بيغلط فيك معلش، ده بيستغلطك في أحكامك، ازاي ده كان بيصلي كتير، معلش معلش، طولوا بالكم. مع الجولة الأولى تيجي حيرة، ساعات يهدى التذمر، بس أنا مش فاهم، حيران، طب أعيش ازاي؟ طب عاوز مني ايه؟ طب أقضي اليومين اللي فاضلين في ايه؟ طب أنا تهت بقى، طب أنا كان إيماني صح؟ طب أنا لما صليت عشان ربنا ما يسمحش وسمح، هو فين الإيمان؟ تلاقي بقى ايه؟ فترة توهان كده، معلش، كل ده في الجولة الأولى. توصل لفترة إنكار، أحيانا ما تكلمونيش عن ربنا، مش عاوز أسمع. توصل لكده مع بعض الناس، كأنه بقى ملحد، كأنه، بس برضو طول بالك، كل ده فترة، مش عاوز يفكر في ربنا، مش عاوز موضوع ربنا، خلاص مش مستحمل، لأنه أقولها ما تزعلوش، مش مسامح ربنا، بيبقى عاوز يقول كده. وهو طبعا ربنا مطول باله ومحايله، يقول له لما تيجي السماء هفهمك كل حاجة. يجي مع الجولة الأولى إحباط، إحباط من ربنا، وإحباط من الناس، وإحباط من نفسه، إحباط من العيشة كلها. مع الإحباط في خوف أو تخويف، يعني أنا خايف من بكرة، خايف أتجرب تاني. طيب يعني كتير اللي بيفقدوا شخص غالي تلاقيه مرعوب على الباقي، يا عم مفيش علاقة، لا خلاص هو بقى ايه الموضوع، قلب معاه برعب، الدور جاي على مين وامتى، يا سيدي ربنا يدي العمر للكل، بس هو خايف، تقلب ساعات بيأس. كل ده اسمه الجولة الأولى. احنا عدنا نقول بركات للتجارب، احنا مفيش ولا بركة هنا في الجولة الأولى، فين بقى الصلاة وفين الصبر وفين الحكمة وفين الحب؟ لسه مش في الجولة الأولى، الجولة التانية بقى أو الجولة الأخيرة. ربنا يشتغل مع الواحد بالراحة، وبالراحة دي ممكن تاخد سنين، ونفاجأ أنه عرف يوصله لحاجات غريبة جدا. والحاجات اللي أقولها دي صدقوني مش كلام نظري. يوصل إلى فرح، ده اللي قاله بقى القديس يعقوب، احسبوه ايه؟ كل فرح حينما تقعون. بس دي ما تجيش من الاول. لكن لما تسأل ايوب بعد سنين، هاي ايوب لسه زعلان من ربنا، يقول زعلان، ده انا سجدت للارض وقلت له بس سامحني على غبائي، سامحني لاني اعترضت، سامحني لاني اتذمرت، ده انا عندي دلوقتي عيال زي اللي راحوا، وعندي خير اضعاف اللي كان عندي، ومعايا العمر، وبكره هقابلهم كلهم في السماء ونتلم ونفرح للابد، وعمل مني نبي وبني ادم، مش عارف اقول له ايه. اذا تبدا بحزن وتنتهي بفرح، بس في الجوله الاخيره الفرح ده فرح روح، ممكن الانسان يتعز. الايمان بعد ما تهز خالص يرجع يثبت اكتر من الاول. يبقى ربنا لما بيجين تجربة يهز الإيمان خالص وبعدين يثبته تمام. التلاميذ ركبوا المركب وكانوا بيغرقوا وإيمانهم تزعزع، قال بقى يبقى ربنا بيكرهنا، سايبنا نغرق، عمالين نقول يا رب ما بيسألش، الريح شديدة، الموج بيعلى، والدنيا ضلمة، ويوم ما جه على الهزيع الرابع عاوز يمشي ويسيبنا، معلش ربنا مطول باله. ولما دخل المركب وقال اسكت يا بحر، سكت، قالوا له يا رب مش هننسى الليلة دي أبدا. الإيمان بقى أقوى من الأول، مهما تأخرت أنت عارف بتعمل إيه، هو هو أمس واليوم وإلى الأب. في الجولة الأخيرة يجي السلام، مش في الجولة الأولى. ما تستعجلش مع المجرب تدخل في قلبه السلام، هياخد غلبة لغاية ما يدخل، بس هيدخل ويستقر. هيجي وقت السلام يجي مطرح الحزن والوجع، هيتولد الرجاء، ده كل ده هيجي بعد كده، هيتولد التسليم مع التجربة الشديدة، بالرغم ان قلنا في الاول فقد ايمانه،
وتزعزع حيران، يجي بعد كده اتكال على ربنا، يجي انتصار على التجربة أو بالتجربة، يبقى عداها خلاص، عدت بقت ذكرى، لكن ثابت جواه إيمان أقوى ورجاء أقوى وتسليم أقوى، يجي تعزيه وطبعا تيجي الأبدية. يبقى إيه؟ يبقى مش مهم دلوقت، في الأول معلش، الآن تحزنون ولكني سأراكم أيضا جولة جاية فتفرح قلوبكم، وإيه ولا يستطيع أحد أن ينزع ما. آخر نقطة، نعمل إيه في التجربة؟ أرجع وأقول يا جماعة، في الخفاء أحيانا يكون الحزن داخل القلب، قلب من تخدمهم أو قلبك، وهذا الحزن لا يشاركك فيه غريب، محدش يقدر يجيب آخر. ما تخافش، لأن الحزن بتاع التجارب بالذات حسب إرادة الله، ربنا سامح به من أجل خلاص نفسك، وهيجيب خير كتير قوي وبركات روحية كتير. في الجولة الأولى هتتلخبط وهتتزعزع وهتتخض من نفسك وهتقع في خطايا يعني ما كنتش تتخيل انك انت تقع فيها، زي الشك واللخبطة، انما معلش التجربة بتجيب نتيجة بعد شوي، زي العملية الجراحية يفتحوا ويشيلوا الورم مطرح الجرح بيوجع، طول بالك انت كنت هتموت، بعد شهر تعرف انه ايه الحمد لله انها اتعملت وخلصنا منه. دورنا ايه بقى لما يجي حزن التجربة؟ اولا اقبل، اقبل يعني حاول، طبعا كل ده تحتيه كلمة حاول، حاول تقبل، اقبل من ايد ربنا. التعبير الجميل اللي قاله ايوب في اول كتابه لما قال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، يعني طول حياتي باخد منه حاجات حلوة، يوم ما يجيب لي حاجة حلوة بس على مزاجه مش على مزاجي، هي حاجة حلوة بس بطريقته بقى، المرات كل مرة بيجيب لي حاجة حلوة على مزاجي انا، جيب لي عيالي جيب لي فلوس، مرة دي جايب لي حاجة حلوة بس على مزاجه هو، طب اقول له لا، اللي انا شايفها شر بس هي حلوة، يبقى لازم اقبل. تاني حاجة صلي، ولو نسيت كل اللي انا بقوله ما تنساش الكلمة دي، في التجارب وفي حزن التجارب ليس لنا الا الصلاة. ربنا يسوع مع الحزن الشديد قضى الليل صلاة، بولس الرسول لما اتزنق قوي قعد يصلي طول الليل، ام حنة مصمويل لما كانت مقهورة وصعبان عليها مرت النفس هدتها صلاة، وكل اللي دخل في الصلاة مظبوط طلع متعزي، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. حاول تشكر، صعبة هتقولي صعب، معلش بس حاول، حاول ليه؟ بإيمانك بصفة من صفات الله أنه صانع خيرات. طب اللي حصل ده خير؟ هو ما بيعملش غير خير؟ اسمه صانع خيرات مش صانع شرور. أيوة بس دي حادثة، ده مرض، ده موت، ده ظلم، ده وجع قلب، خير لأنه صانع الخيرات. لو أنت عندك الثقة في دي كل يوم بتقول فلنشكر صانع الخيرات، كمل بقى، ده خيري بقى، يلا قول أشكرك برضو. تأمل، تأمل بقى يعني إيه؟ وانت بتتجرح كده وقلبك وجعك وجواك في الخفاء حزن دفين، اقعد اتفرج كده، اتفرج ربنا عمل معاك ايه طول حياتك، واتفرج في خطاياك اللي كانت ممكن توديك جهنم، واتفرج وتأمل في خطة ربنا من خلاصك، هتطلع بحاجات ثمينة جدا ما كنتش هتشوفها من غير التجربة. انتظر، يعني ايه؟ انتظر التعزية، قول له مش انت جربتني، طب انا قابل، عزين، مش انت وجعت قلبي، انا قابل، مين يفرحني غيرك؟ مش انت زلتني وانا قابل، بس اسندني. يبقى لابد ان تنتظر معونة من ربنا، انتظر الرب، تأكد انه جاي، تأكد انه سامع، تأكد انه حاسس بيك، تأكد ان الحزن ده مؤقت، تأكد انها فترة وهتخلص، لازم لازم هيستجيب ولازم هيفكها. تشجع، شجع نفسك، تشدد وتشجع، كل شوية قول
هتخلص هتعدي يومين ونوصل السماء. هاي طيب خاطري، هاي طبطب علي، هاي ريحني، هيشيل مني، هيتصرف. شجع نفسك وتشدد وارجع تاني واختم واقول افرح بالتجربة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.